اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره من محافظه البحر الاحمر للغردقه. هعمل النهارده سمك بولتي بصوص المشروم الابيض، وهعمل معاه رز بالسلمون او رز فرايد، يعني رز محمر بالسلمون. نشوف تيار المكونات، يلا بينا. اول طبق هيبقى سمك فيليه بصوص المشروم وايت صوص. نقول على المكونات: كريمه لباني، توم، ليمون، كيبر، زبده، مشروم، وطبعا سمك. السمك ده على فكره بولتي، سمك فيليه بولتي، جاي مشترينه يعني مخلي وجاهز. ابتدي الاول اسوي السمك وبعدين اعمل الصوص الابيض. الصوص الابيض ما بياخدش حاجه خالص، بس انا عايز اسوي السمك الاول. فهعمل ايه؟ هحط كده في زيت على النار سخن، هحط على السمك ليمون، لازم هستعمل ايديا، وبعدين شويه صغيرين من الملح، ولازم هستعمل يد ايه يا نشا علشان السمك يقرمش وما يلزقش، ونبقى ماشيين يعني الامور مطمنين. هاخد ملح هيطير على طول، يعني لازم يبقى فيه بوله كبيره كده، وشويه من الزيت، ومعلقه فلفل، وبعدين بايديا هخلطهم مع بعض كده. على فكره انا قاصد ان انا اقطع السمك صغير بالمنظر ده، هو السمك بيبقى جاي كل قطعه سليمه زي ما هي، يمكن قد السمكه، لكن انا قاصد ان انا اقطعه كده علشان بعد ما اعمل الصوص احطهم كلهم في طبق واحط الصوص عليها. واحده واحده بقى كده نشا، وبعدين ننزل الزياده من عليها وعلى الزيت. طبعا دي قطع صغيره مش تاخد وقت خالص في السوى، وانزل النشا وزيت. ده سمك بولتي بس يعني بيطلع طعمه حلو قوي. كده مقرمش وجميل يعني، وحتى ممكن نخلي دول لسه ما استووش قوي. رجعها تاني، لسه خلاص خلاص. الفرق ما بين ان هو السمك يستوي زياده وان هو يبقى يعني بالظبط السوى وانه يستوي زياده 5 ثواني ل10 ثواني، فطبعا مش عايزين ناخد الريسك او المجازفه ان احنا نلسع السمك زياده. انا كده شايف ان السمك استوى، فاضل دي يمكن دي اكبر حته فيهم عشان كده واخده شويه وقت اكتر. بس كده انا هقدر ابتدي في بقيه الطبق من غير ما اكون قلقان. ده خلاص كده ممكن نخليه جنبينا عشان نبقى ايه على النار فيها نقطه زيت والباقي زبده. الباقي بقى زي ما حضراتكم تحبوا، يعني انا هحط معلقه واحده، معلقه واحده اللي هي ما يعادل 20 جرام. ماشي، معلقه واحده كبيره. شيل الزياده واقطع المشروم. المشروم عشان افكر حضراتكم ما بيتغسلش، المشروم بيتعمل بفرشه او بيتعمل بورق مناديل عشان ما يشربش ميه. كفايه كفايه كده، كفايه. النار سخنت، نشيل على طول من على النار علشان الزبده ما تغمقش. وبعدين هاخد الثوم، طبعا ده مش كلاسيك وايت مشروم، ده وايت مشروم بالكيبر وبالوايت صوص بالمشروم والكيبر، فده مش كلاسيك، لان الكيبر هيبقى العامل اللي بيزود الملح في الطبق، فانا مش محتاج ان انا احط ازود ملح. لو عايزين فلفل ابيض او فلفل اسود ماشي، حط شويه من الفلفل الاسود. قلب المشروم كده
انا مش من المدرسه بتاعه المشروم لازم يتهري، انا بحب المشروم بس مجرد انه اخد طعم الزيت او الزبده او الثوم خلاص، مش يعني مش بحب قوي ان انا اخليه يبقى يطرى خالص. ده مشروم فريش بروتين نباتي، فمش محتاجين ان احنا نخسر منه اي حاجه على النار. كريمه لباني، ومن هنا بقى حضراتكم تقرروا القوام اللي انتوا عاوزينه عامل ازاي، يعني يبقى القوام الصوص تقله عامل ازاي. نسيبه على النار كتير يتقل الصوص، هنخليه نشيله دلوقتي هيبقى زي ما هو كده. طبعا ده كده خفيف قوي، انا لسه ايه هسيبه ادوق برضو واشوف اخبار الملح ايه، وبعد ما احط الكيبر هيبقى اخبار الملح ايه. مفهوش ملح خالص، حط معاه شويه من الكيبر. وادوق تاني، فين المعلقه؟ معلقه صغيره. هو الغليان بقى اللي بيحصل ده زي ما بقول لحضراتكم، ده الميعاد اللي احنا بنحدد فيه السمك او التخن بتاع الصوص. برضو ما فيهوش ملح. طيب هحط ربع معلقه ملح. اخر معلقه صغيره. وهقلب. هدوق. كده الملح اتظبط. وبعدين بقى اخد السمك المقلي. عايز اخلي واحدة بس، اخليها تبقى في فوق الصوص، يعني احط بقى دلوقتي الصوص عليها. زي ما بقول لحضرتك انا كده شايف انه تقيل، ولما هيتحط كمان في ال او لما يتحط في الطبق يبتدي يبرد هيتقل اكتر من كده كمان. احط بقى الوايت صوص كده عليها. انا كنت سايب قطعتين. هيبقى فاضل كده احط شويه من بصل اخضر مثلا لو عندي. هي الوصفه فيها كزبره بس يعني انا عندي كزبره هنا هتطير لو حطيتها، فخليني احط عليها شويه من البصل الاخضر. والبصل كمان هيطير غالبا. شوية كده صغيرين من البصل الأخضر على الوش. حتة من المشروم. وشوية من الكيبر. ويبقى كده أول طبق كان سمك فيليه بالمشروم وايت صوص. هطلع فاصل وأرجع أعمل لحضراتكم فرايد رايز أو رز محمر بالسلمة. خليكم معايا لبعض. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، عملت اول طبق كان سمك فيليه بصوص المشروم الابيض. هعمل دلوقتي فرايد رايس او رز محمر بالكرومبو السلمون. نقول على المكونات: رز جاهز، بصل وجزر، خل، صويا صوص، سكر، كرومب احمر، وسموكت سلمون او سلمون مدخن. طيب احنا بنعمل ده ليه؟ علشان لو عملنا رز وعجن دي حاجه، او لو عملنا رز ابيض وخلاص فضل منه نص الحله لتاني يوم، فيبقى عندنا الفرصة ان احنا ناكل رز تاني يوم بس بطريقة تانية. هحط طاسة على النار تسخن كويس، وهقطع نص بصلة، وبعدين هقطع لا هبشر بقى البصل، اسف هبشر الجزر على المبشرة كده. هبشر تقريبا نص الجزر دي. عادة الرز ده بيتعمل في الفار ايست، في الشرق الاقصى،
في الووك، الووك اللي هي اللي بتتكتب دبليو او كي، مش ووك يعني تمشي، دي بتتعمل فيها علشان الووك دي بتبقى الخامه بتاعتها الحديد بيبقى رفيع جدا فبتسخن جامد قوي، فانا عشان كده بقول لحضراتكم اسيب الطاسه على النار واسيبها تسخن كويس. يبقى انا كده قطعت البصل والجزر، دول هيتحطوا في الطاسه مع بعض، والكرومب هيتحط بعديهم، الكرومب الاحمر طبعا، اي كرومب ينفع، احمر اصفر ابيض الموجود. وهاخد 1 2 3 4 كده كفايه، لان انا بعمل طبق واحد، طبعا الباقي استعمله في حاجه تانية. اعلي عليها النار كمان شويه، وهستعمل طبعا زيت نباتي مش زيت زيتون. ليه بقى بستعمل زيت نباتي؟ مش علشان بس هما في الفار ايست بيستعملوا زيت نباتي اكتر، لا، علشان الزيت النباتي بيستحمل درجه حراره اعلى بكتير من زيت الزيتون، وزيت السمسم بيستعمل درجه حراره اعلى واعلى، فنبقى دايما بنبقى عندنا ليه سبب ليه احنا بنعمل كده. طبعا هي الطبخه اصلها كده، لكن اصلها كده لسبب، عشان قلنا ان الزيت النباتي بيستحمل الحراره اكتر بكتير من الزيت الزيتون. ناخد بقيه البصل، مش هنيجي بقى جنب الملح خالص، لان انا عندي صويا صوص وعندي السلم المدخن اوريدي حادق الكلام ده كله. اخف النار سنه، اشوح كده كويس. عايز افكر اقول لحضراتكم برضو حاجه كمان، الصويا صوص نوعين، اللايت والدارك. فلما هنقول لايت، لايت يعني خفيف، هنقول اللايت ده هيبقى ملحه اقل، العكس تماما، اللايت صويا صوص ملحه جامد، الدارك صويا صوص اللي هو الغامق ملحه اقل. نفتكر المعلومه دي كويس قوي لان مش كل الناس عارفاها. وهاخد كرومب الاحمر، وبعدين طبعا لو عايزين تزودوا فص توم ماشي، لكن هو الطبخه دي ما فيهاش توم، بس لو حطينا فص توم مش هيبقى فيه مشكله خالص. السالمون ده هيتقطع، هقطعه دلوقتي شرايح طويله كده واحطها في الاخر خالص بعد ما اخلص بقيه الطبخ. عندي معلقه سكر، هاخد ربع معلقه سكر خلاص، وبعدين الرز. لو لقيتوا الرز ماسك نفسه كده لما ينزل في الطاسه نزود عليه شويه ميه، هشوف دلوقتي محتاج ميه ولا لا، يعني ما اعتقدش هيبقى محتاج ميه يعني. نقطه ميه صغيره منعا لان الرز يلزق تحت. وبعدين ايه، ننضف كده اللي انا وقعته ده على البوتاجاز. ودي يبقى كده فاضل عندي معلقه خل صغيره، والصويا صوص ده دارك، فالمفروض ان هو مش حادق قوي، واقلبه. انا شلته من على النار عشان ما ينشفش وما يلزقش من تحت، لحد لما اقلب كويس واتاكد ان الصويا صوص بقى موجود في كل حته، وارجعه تاني على النار علشان ياخد بقيه سواه. ممكن اطفي البوتاجاز وابتدي اقطع السالمون. طبعا السالمون المدخن لو قطعته، لو حطيته من بدري قوي هيتحرق، هينشف يعني. نقول مثلا 3 قطع كفايه، 3 قطع كفايه، ونسيب واحده للتزويق. انا شخصيا بحب السالمون جدا جدا جدا، فبعد اذنكم. تقليب كده لحد لما اجيب الصويا صوص اللي تحت ده، عشان ما يبقاش فيه حته مليانه والطعم فيها زياده وحته لا. دي هنزوق بيها على الطبق من فوق. اول لما بيجي عليه حاجه سخنه السالمون لونه بيتغير على طول، بيفتح. خلاص اخد
هاخد طبق كبير بقى شويه عشان احط كل السلم اللي موجود ده، او احط كل الرز قصدي. يعني حتى اعتقد باللون الكرنب الاحمر مش محتاج ان انا ازوق فيه حاجه خالص، احط بس شويه قطعتين سلم كده من فوق. في ليمون دي علشان بتاعت سلمون، خلينا دايما عشان ما يبقاش في طعم حاجه يجي على حاجه، ما يبقاش هما الاثنين طبق واحد، بس يفضل ان احنا نخليها كل سكينه لو نقدر، لو الامكانيه موجوده يبقى تمام، لو مش موجوده الامكانيه يبقى خلاص المتاح نتصرف بيه. شويه كده من البصل الاخضر. عادة أي حاجة بيزوقوا بيها أو بيحطوا عليها بيحطوها فوق الأكل الجماعة في الفار إيست بتبقى كزبرة خضراء، مالهمش هما في البقدونس والبصل الأخضر والحاجات دي، بس ده سالمون بيحب يعني بيمشي معاه البصل الأخضر قوي. يبقى أول طبق كان سمك فيليه بالوايت صوص ومشروم، تاني طبق كان رز محمر بالسالمون والصويا صوص. ألف أنا وشوفكم حلقة جديدة. باي.